يا معالي الوزير، يعني في الموازنه الجديده ان شاء الله الناس بتسال السؤال التقليدي، هل هناك زياده في الاجور مرتقبه ولا نظرا للظروف الحاليه ربما الموازنه الجديده ما يكونش فيها زياده في الاجور؟ حاليا بيتم اعداد الموازنه، حاليا بنشوف كل احتياجات ومتطلبات الدوله لكل القطاعات، بيتم المناقشات. مفترض انه ان شاء الله على نهايه الشهر القادم يبقى عندنا صوره، يعني ايه المصروفات المطلوبه وايه الايرادات المتوقعه، وبنبدا بعد كده نشوف ايه اللي هنعمله في سياساتنا. فان شاء الله باذن الله على نهايه الشهر القادم ومع شهر مارس تكون الصورة اتضحت، الموازنة العامة للدولة شكلها ايه. برؤية حضرتك هل ممكن يبقى فيه زيادة في رواتب خاصة موظفين الدولة ولا الوضع الحالي لا يسمح؟ احنا ما زلنا بنحضر للموازنه، وما زلنا بندرس كل حاجه، ويعني ان شاء الله كل حاجه في توقيتها، يعني هنتكلم فيها. طيب لو رحت النقطه هنا، كان ليكم دور قوي وفعال جدا في مبادره سداد مستحقات المصدرين اللي هي الخصم الفوري. حضرتك سدد كام لحد النهارده المصدرين؟ في المبادره الاخيره دي حوالي 13 مليار، بس احنا كمان من دول خلاص خدوهم الساده المصدرين؟ خدوهم خلاص. واحنا خلال الفتره من شهر ابريل لغايه شهر نوفمبر اعتقد كان في برضو حوالي 7 مليار اخرين اتسددوا، وان شاء الله باذن الله هنستمر. يعني احنا مقتنعين بانه سداد دعم اللي بتقدمه الدوله للمصدرين بيساعدهم في توفير سيوله والحفاظ على العمل. طب القطاع السياحي يا فندم، يعني كان في اجتماع مؤخرا وحضرتك شاركت فيه، هل شايف ما تم اتخاذه من اجراءات لانقاذ القطاع السياحي هل ده كافي ولا ربما الحكومه تلجا لاجراءات اخرى؟ يعني هو احنا طبعا الفترة دي فترة صعبة، وبنشوف ايه التحديات اللي بتواجه قطاع السياحة وبنتعامل معاه، واحنا على تواصل مستمر معاهم، وكل اللي نقدر نعمله عشان نبقى واقفين مع قطاع السياحة ونسانده هنعمله. هل شايف ان ربما يبقى في اجراءات ثانيه ولا الاجراءات الحاليه كافيه بعد تخصيص 100 مليار لانقاذ الاقتصاد بصفه عامه؟ يعني بصفه عامه احنا بنتحرك، وهو في اجراءات اتعملت لغايه 30 ابريل شغاله، هنشوف ونقيم الموقف، ولو في الامر يتطلب اجراءات اخرى هنتدخل باجراءات اخرى. طيب يعني مؤخرا بعض القنوات المعاديه دايما بتهاجم مصر وبتهاجم اللي احنا بنعمله لانقاذ الاقتصاد الوطني، وبيقولوا كلمتهم المشهوره يعني ليه ننفق المليارات دي كلها في المشروعات؟ يعني حابين محمد معاك كوزير ماليه يشرح لنا يعني المشروعات دي بتنعكس ازاي على مؤشر النمو؟ مش المهم مؤشر النمو، المهم خلق فرص عمل للناس. يعني احنا المشاريع دي تبص لها بالدرجة الأولى ان ده بيخلق فرص عمل للأسر المصرية، وكمان المشاريع دي بتحرك المصانع. لو انا ما عنديش مشاريع، طب المصانع اللي هي بتغذي المشاريع دي باحتياجاتها، ما هي المصانع هتقف. يبقى المشاريع بتشغل ناس، والمشاريع ايضا بتشغل مصانع، والمصانع بتشغل ناس، فالعجله دايره وبتاع. فاللي هو معلش انا اسف في اللفظ، يعني اللي ما يعرفش يقول عدس. هو مش عارف ومش فاهم، عشان كده بيتكلم اي كلام، لكن اللي فاهم يعرف ان اللي احنا بنعمله ده هو ده اللي محرك الاقتصاد، هو ده اللي مخلينا دوله من 4 دول في العالم معدل النمو، اعلى معدلات النمو الايجابي. دليل لانه مشاريع شغاله، المشاريع دي ليها متطلبات بتاخدها من مصانع، المصانع شغاله، والمشاريع والمصانع وده بيشغل ناس، والناس بتقبض مرتبات، والناس لما بتقبض مرتبات بتشغل مصانع تاني، فالاقتصاد بيتحرك وبيعمل معدلات نمو ايجابي. فالقضيه مش الارقام ولا الكلام ده، هو مش فاهم، وهو مش فاهم، ومشكلته ان هو عشان مش فاهم بيقول اي كلام. لكن اللي بيفهم وبيعرف ان في الظروف اللي احنا فيها دي افضل حاجه تقدر تعملها انك انت تبقى في مشاريع شغاله بتشغل الناس، الناس تقبض فلوس تروح لاولادها ولاسرها، تنفق، فبتشغل مصانع وراها. فالمصانع التانية دي فيها برضو بني ادمين، بني ادمين دول برضو بيشتغلوا في المصانع دي وبيقبضوا وبيروحوا بيوتهم، فالعجله تفضل شغاله. اشكرك يا معلم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.